لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمة الله عليه، وقفنا في المرة الأخيرة في كتاب البيوع عند قوله: قال باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. قال باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. هذا الباب من الأبواب المهمة جدا في كتاب البيوع، ولا سيما وأن هذه الصورة تنتشر في الناس انتشارا عظيما، يعني صورة بيع المبيع قبل قبضه، قبل قبضه. والناس في زماننا هذا صارت صور بيع المبيع قبل قبضه فيهم لها أشكال مختلفة، ومنها صور فجة، ومنها صور خفية ربما تخفى على البعض. ونشرع في بيان الحديث، ثم يعني نشير إلى صور من هذه الصور الموجودة ربما في حياة الناس اليوم. قال: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. وهذا تبويب الإمام النووي رحمة الله عليه، يعني أنه يرى بطلان هذا النوع من البيع. هذا النوع من البيع ما صفته؟ يظهر ذلك من الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وفي لفظ آخر قال: حتى يقبضه. قال: حتى يقبضه. وقال ابن عباس في هذه الرواية الأخرى، قال: أحسب كل شيء بمنزلة الطعام. الإخوة دونوا هذه الألفاظ لأنها هي التي من خلالها سيكون يعني توضيح المسألة. الرواية التي بين أيدينا قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وهناك لفظ لابن عباس أيضا، رواية أيضا عن ابن عباس، قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. هذا اللفظ موجود في المسلم الأصل. وقال ابن عباس بعدها تعليقا: أحسب كل شيء بمنزلة الطعام. أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، يعني أنا أرى كل شيء بمنزلة الطعام. سنوضح هذا كله إن شاء الله. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنه أيضا في نفس المسألة، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يبيعوا الطعام، قال: حتى ننقله من مكانه. حتى ننقله من مكانه. وفي رواية أخرى عنه أيضا ابن عمر قال: حتى يؤدوه، حتى يؤووه إلى رحالهم. حتى يؤووه إلى رحالهم. هذه الألفاظ كلها يعني أوردناها من أجل أنها هي التي ستبين لنا حكم المسألة. أما ما جاء في الحديث: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، هذا نهي
من النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفيه. يعني أنا اشتريت طعاما، شعير، قمح، كذا، لا يجوز لي أن أبيعه لغيري حتى أستوفيه. ما معنى أستوفيه؟ أقبضه. الرواية الأخرى حتى يقبضه. ما المقصود من يقبضه؟ كما في رواية ابن عمر حتى ننقله إلى مكانه، وكما في الرواية الأخرى حتى يؤوه إلى رحالهم. فظهر هنا المقصود حتى يستوفيه، يعني لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا اشتراه حتى ماذا؟ حتى يقبض هذا الشيء ويصير هذا الشيء في ملكه وفي مكانه هو، ليس مكان البائع، ليس مكان البائع، ثم يبيع هذا الشيء بعد ذلك إن شاء. أما إذا باعه وهو لا يزال في رحل البائع أو في مكان البائع فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يستوفيه، لم يقبضه، لم ينقله إلى مكانه، لم يؤويه إلى رحله، وهكذا. طيب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ هذا نشير إليه أيضا من خلال الخلاف الموجود بين العلماء في هذه المسألة. ظاهر الحديث يدل على ماذا ابتداء؟ على ما سبق، وهو أنه لا يجوز لي أن أبيع شيئا اشتريته إلا بعدما أقبضه وأبيع كيفما شئت بعد ذلك. أما إذا كان لا يزال في رحال البائع أو في مكان البائع، أو بالتعبيرات العصرية في الدكان، دكان البائع، في محل البائع، في مصنع البائع ونحو ذلك، فهذا لا يجوز معه أن يبيع الإنسان هذا الشيء، لأنه ما نقله إلى رحله. هذا ظاهر الأحاديث، وهذا هو الذي يفهم من الأحاديث. ومع ذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة. تقول أنت كيف يختلفون؟ طيب حد كده ممكن كده يعصر دماغه شوية، بلاش يعصر، حد يعني يقول لنا كده يدور دماغه كده شوية، ممكن يختلفوا في إيه؟ يعني في بطلان البيع. طيب من أي وجه عدم البطلان؟ ها؟ قد يكون عدم البطلان، يعني قد يكون مثلا، لا، في بعض العلماء أجازوا. طب هيجيزوا إزاي؟ أو حتى الخلاف هيجي منين؟ لو كان ايه؟ لا، ما هو بيقول اهو من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. طريقه القبض، طريقه قبض المنتج ده نفسه او الشيء نفسه، يعني مش هي دي برضه اللي واجه الخلاف، لانه طريقه القبض عند العلماء ليها برضه. في الوقت الحالي بيبيعوا بالاجل، ففي تجار كبار بيوزعوا جمله وبياخد اصلا البضاعه بتاعته بالاجل، فممكن المحلل ان هو يبيعه في مكان. طيب ماشي، لا، هو احنا هنناقش المساله، هو هيبان منها حكم المساله. ها، لا، بضاعه سليمه، مفيش بضاعه تالفه. انت بتقول الحكمه، احنا بقول ايه هنا اللي ممكن يتصور ان العلماء يختلفوا عليه في الحديث ده او في المساله دي؟ القبض يا شيخنا ماشي، بس ما قلتوش برضو حاجة لسه. طيب هنقول مثلا انه من ضمن الحاجات اللي ممكن، خد الفاظ الحديث كده ودقق فيه، من ابتاع طعاما، يوم اول واحدة ممكن حد من العلماء يخرج ويقول خلاص يبقى الطعام فقط، وغير الطعام غير داخل في الايش؟ في المسألة. وعليه فيجوز بيع كل شيء ولو لم يقبضه الى رحله الا الايه؟ الا الطعام مثلا. وده
ظاهر الحديث ممكن يؤخذ منه هذا الفهم أو ممكن. وبعض العلماء يقولوا لا ما فيش مانع حتى لو باعوا على هذه الطريقة قبل أن يستوفيه، ويقولوا تأويلات. أنا مش عايز أفصلها بقى كلها قوي، لكن عايزين ناخد القول الراجح عشان هو اللي يثبت في الرأس الآن. القول الراجح بل هو الصحيح في الحقيقة هو أنه لا يجوز بيع الشيء قبل أن يستوفيه. طب وقلنا ليه الشيء؟ ما قلناش الطعام فقط زي الفريق اللي قال الطعام؟ أيوة قول ابن عباس اللي احنا قلناه من شوية. قال ابن عباس أحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وابن عباس تفسيره أولى تفسير، لأنه أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم وزمانه، والفهم أقرب. ثم العلة موجودة سواء في الطعام أو في غير الإيش الطعام. ما هي العلة؟ أيوة ما هي العلة في ذلك؟ ليه حتى يقبضه؟ لأن في عدم القبض يحصل النزاع، في عدم القبض يحصل النزاع. بمعنى إنه إذا لم يقبضه إلى رحله فهل هو في ضمان البائع ولا في ضمان المشتري؟ هذه مسألة قد يتنازع فيها الناس، وعليه فالشرع يمنع هذا. مسألة أخرى، إذا باعه وهو لم يقبضه إلى رحله ولم يدخل في ضمان المشتري، صار هذا المشتري في شبهة أنه يبيع مال بمال، يبيع مال بمال. طيب نحط صورة عشان تتضح عشان نستفيد منها ما استطعنا. يعني أنا عايز أشتري مثلا ثلاجة، عايز أشتري ثلاجة. يوم أحيانا يجي بعض الناس عنده مال، معاه فلوس، وده منتشر جدا في زماننا الآن في الشركات والمصالح، تجد أنواع من هؤلاء الناس معاه مال ومعاه فلوس، وبعض الناس ليس عنده مال ويحتاج الثلاجة. يوم عايز يشتري ثلاجة مثلا، الثلاجة كان ب3000 جنيه، هو ما يقدرش يشتريها كلها في 3000 جنيه ومعهوش. يوم الآخر هذا اللي معه فلوس يوم يعمل إيه؟ يقول له أنا هشتري لك الثلاجة ويقسطها له. هنا بقى بيقع الناس في صور محرمة أحيانا في هذا النوع من البيع. فالحديث يدل على أنه لابد أن يقبضه إلى رحله، اللي هو مين بقى؟ الراجل اللي هو لا البائع. هنا في الصورة اللي احنا ضربناها دي مين اللي لازم هنا يقبض؟ اللي هيبيع لي بقى، اللي هو اسمه مشتري في المصطلح دلوقتي، الراجل اللي هو مع الفلوس ده لابد يبيع بعد ما ايه يقبض الى رحله. والصورة دي منتشرة بقول لحضراتكم مش في اللي انا ضربتها بس، البنوك وغير البنوك ونحو ذلك، والشركات التمويل العقاري وغيره وغيره. يوم يحصل ايه؟ واحد عايش شق، يوم يروح بنك التمويل العقاري يقول لهم انا عايش شق، الشقة فين؟ في الحتة الفلانية. خلاص يروح هو يعمل معهم عقد ويخلص معهم العقد وينهي، وهم يشتروا الشقة وهو ينهي معهم العقد، وهم أصلا لا قبضوا الشقة ولا شيء، إنما هم عملوا إيه؟ حولوا دين من دين لدين بس فقط. والصورة اللي هي مشهورة شوية في أوسطنا اللي احنا البسيطة، الراجل البياع اللي هو بيبيع بالطريقة دي، اللي هو هيجيب له التلاجة، التلاجة ب3000 جنيه هيقسطها له ب4000 جنيه، ما فيش مشكلة، لكن المهم إيه؟ يقبضها إلى رحله، هو ده المهم. يقبض السلعة وتبقى عنده وبتاعته، خلاص بقى كده بقى اسمه تاجر، اسمه بائع، اسمه هنا إيه؟ بائع، لأنه يبيع سلعة. بخلاف ما لو لم يقبضها، يبقى في الحالة دي بيبيع له مال بمال، أليس كذلك؟ لأن هو لو لم يقبضها، احنا عشان نوضح المسألة، احنا عندنا في الصورة اللي هي بتاعت الراجل اللي هيجيب له التلاجة ثلاث جهات، الراجل الفقير اللي معهوش، والراجل اللي معاه مال، والراجل اللي عنده الثلاجة اللي هو التاجر الأولاني. النمرة 2 ده اللي معاه المال هيجيب لي نمرة 3، مش كده؟ نمرة 2 أحيانا بيروح يعمل إيه بقى؟ ياخد نمرة 3 معاه ويروحوا عند إيه؟ عند نمرة 1،
يخش المحل نقي اللي انت عايزه، ينقي التلاجة اللي هو عايزه، ويروح الراجل اللي هو نمرة اتنين اللي معاه المال يحاسب مين؟ نمرة واحد وتلاتة، يعمل ايه؟ شيل التلاجة ويروح. الراجل ده دفع 3000 لنمرة واحد وحاسب التاني على كام؟ على 4000. يبقى باعله تلاجة ولا باعله فلوس؟ باعله مال بمال، فعلا باعله مال بمال. يبقى ده ربا، لان ما باعش سلعة اصلا، ما بعلوش سلعة اصلا. ليه؟ لانه في هذه الحال لم يقبض هذه السلعة الى رحله ويصير مالكا ويصير تاجرا وتدخل في ضمانه. يعني ايه كلمة تدخل في ضمانه؟ يعني انه هتبقى الشيء ده، انا دلوقتي الثلاجة انا خدتها من نمرة واحد، انا نمرة اتنين مثلا، خدت الثلاجة من نمرة واحد احولها لورشتي، لبيتي، لشقتي، حتى لو انا حتى ما عنديش مصنع ولا ورشة ولا عندي حاجة، لعربيتي، واخدها واروح بيها مكان تاني بره خالص بعيد عن الراجل ده. ها؟ لا، دي ملهاش دعوه بمساله العرض والطلب. مثلا ما ده من ضمن الايه، من ضمن يعني حال المشتري والبائع. ان ممكن انا دلوقتي، احنا قلنا عندنا الثلاثه هم نمره واحد اللي هو عنده السلعه الاولاني، ونمره اتنين اللي معاه المال، وثلاثه المحتاج. ده ما بقاش تاجر لما عمل ايه؟ لما خد ده وراح مديله الثلاجه من عند ده وخد بقى بعده، مش ده ما بقاش تاجر ابدا. نمره اتنين ده لا تعرض لتجاره ولا مغامره التجار ولا دخلت السلعه في ضمانه. يعني ايه دخلت في ضمانه؟ ممكن السلعه تفسد، ممكن السلعه تكون فيها اي مشكله. مين اللي يضمن المشكله دي؟ هو نمره اتنين، لان هو لسه مالكها. لكن هو ما ملكش اصلا، او ما قبضش اصلا، ما قبضش. ده هو باع مال بمال. يعتبر العمل وسيط؟ لا، هو مش وسيط بطريقه غير شرعيه، غير صحيحه. نمره اتنين هذا وسيط بطريقه غير صحيحه، غير صحيحه شرعا. لماذا؟ لان هناك شبهه الربا، ان لم يكن هذا ربا ايه؟ صريح. ثم هذا الرجل لم يمارس التجارة أصلا، ده ما مارس التجارة أصلا، ده عمل إيه؟ ده إدى ده مال وهياخده من ده وخلاص على كده، ما مارس التجارة أصلا. التاجر اللي بيروح يشتري السلعة ويبيع ويشتري ويغامر في مكسب وفي خسارة، ودي حكمة في الشرع إن يكون التاجر بيعيش أحوال التجار، بخلاف اللي هو بيعمل إيه بقى؟ بيبيع مال بمال. ده بالتعبير العامي عندنا، بالتعبير العامي عندنا اللي هو نمرة اتنين بقى. نمرة اتنين ده بالتعبير العامي عندنا شغال على ايه؟ على الكسبانة بس، مش كده؟ عندنا احنا في التعبير العامي في مصر هنا نقوله شغال على الربحانة بس، بس ما بيتعرضش للايه؟ للخسارة، تعرضش للخسارة خالص. ولذلك ده مش تاجر، ده راجل بيبيع مال، مال بمال. ولذلك هذا النوع فيه استغلال لحاجات الناس. هنا ممكن يقول قائل، طب ما هو الفرق، طب ما هو خلاص نخرج هذا الرجل خارج المحل ونوقفه بره مثلا، زي بعضهم ما يفعل، يوم يروح يجيب نمرة ثلاث، يجيب نمرة ثلاث اثنين، يجيب نمرة ثلاث، ويروح رايح عند نمرة واحد ويخش هو ويخلي نمرة ثلاثة فين؟ واقف على الباب، يروح شايل البتاع من عند نمرة واحد ويطلعها على باب المحل يقول له شيل. هذا النوع من البيع وإن كان في ظاهره أنه قبض، لكن فيه شبهة التحايل على ذلك، فيه شبهة التحايل على ذلك. ولذلك الأسلم لنمرة اتنين ده أن يعمل إيه؟ ده ما يتدخلش أصلا في الموضوع أصلا. نمرة ثلاثة ما يتدخلش أصلا. ثلاثة ده ما يظهرش غير إمتى؟ بعد ما ده ينتهي اصلا من البيع والشراء، ده ما يدخلش دلوقتي اصلا. وعليه نمره ثلاثه ده يصلح ان يقول لنمره اثنين، انا والله عايز ثلاجه، يقول له حاضر بكره ان شاء الله تعالى استلم الثلاجه. ده البيع الصحيح. وهو يروح يشتري ثلاجه ويجيبها وبعدين يحطها ويقول له اتفضل، وهكذا. طيب مساله انه يتفق على السعر،
على السعر قبل ما يجيب له السلعة. بعض العلماء منع ذلك، والأرجح في الحقيقة الجواز. الأرجح الجواز، هو تاجر نمرة اثنين وعنده خبرة وفاهم. فنمرة ثلاثة لما قال له أنا عايز ثلاجة، قال له موديل إيه؟ قال له موديل كذا. بكام هتديها لي؟ قال له هديها لك بالتقسيط بكذا. خلاص ماشي، هو عنده خبرة. لكن هنا في عقد تم؟ لسه ما فيش عقد تم. وعليه نمرة اثنين يروح يشتري التلاجة ويقبضها وتبقى عنده، وبعد كده نمرة ثلاثة يروح يعمل ايه؟ يروح يشوف ايوه هي دي اللي انا عايزها، او ليست هي التي اريدها، وعليه يتم الايه؟ التعاقد على هذه المسألة. لكن في الحقيقة أكثر صور البيع التي تتم في هذا الزمان بين الناس بتتم بالطريقة الممنوعة، بالطريقة الممنوعة. واحد معاه مال وياخد الناس والأشخاص ويروح بيهم المحلات. انت عندك دلوقتي مثلا تجارة التليفونات المحمولة رائجة جدا في الموضوع ده. أنا أرى كثيرا من الناس فقراء جدا، وأنا أعرف أنهم فقراء، وأفاجأ أنه لما يطلع التليفون من جيبه يطلع تليفون غالي جدا. تدور أنت على الراجل ده تلاقيه جايبه بالإيه؟ بالتقسيط الإيه؟ المريح، اللي هو اللي غالب كثير من الأشخاص أصحاب الأموال بيعملوا كده. اللي عايز تليفون، اللي عايز ياخده يخش المحل، نقى اللي أنت عايزه، نقى خلاص طيب، يروح محاسب وبعد كده هو يحاسبه بالزيادة على ذلك. هذه الصورة ربوية، ولذلك نهى عنها الشرع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع يعني الشيء حتى يستوفيه الإنسان، اللي هو الأول، وبعد كده يبيع زي ما هو عايز. ثم أنا كمشتري لما هروح أشتري منه أنا بالخيار، يعني إن شئت اشتريت وإن شئت إيه؟ تركت. لكن الصورة دي كثير من الجهات اللي بتتعامل بها بتلزم الإيه؟ المشتري اللي هو رقم ثلاثة هذا بتلزمه إلزاما. يعني يروح البنك اللي هو نمرة اثنين بقى، نمرة ثلاثة يروح للبنك يقول له أنا عايز سيارة، يقول له سيارة موديل كيت وفيت وكي وكذا ونحو ذلك. يوم هو نمرة اثنين يعمل مع عقد إلزامي، لازم يشتري السيارة خلاص ويمضي عليه ويوقع وبعدين يروح يجيب له السيارة. هذا لا يجوز، لا بد ان هو يحضر السيارة الأول وبعد كده يعمل ايه؟ وبعد كده يعقد معاه العقد، وإلا باع ما لا يملك، باع ما لا يملك. لكن يجوز أنا معيش مال أجي الواحد معاه مال حتى لو مش تاجر، حتى لو مش تاجر، وأقول له أنا عايز التلاجة دي، عندك استطاعة تجيبها لي وتبيعها لي أنت بالتقسيط؟ يجوز هو يروح يجيبها ويبيعها لك بالتقسيط، يجوز ذلك، خلاص هو هيشتغل تاجر، لكن بالضوابط التي سبقت، يروح يجيبها ويبيعها لك بالإيه؟ بالتقسيط. لكن إن أنا أروح أنا معاه وأنا اللي نقي وهو يدفع، هذه صورة محرمة لا تجوز. لو أنا نقيت الحاجة ومشيت أنا بقى الطرف الثاني، مشيت وهو اشترى بعد كده، هنا الشبهة لا تزال قائمة، اللي هي شبهة إنه معلق بال مال بمال، وإن إحنا أشبه بنتحايل. واحد خد واحد ودخل المحل، نقي اللي أنت عايز، راح منقي قال له يلا اطلع بقى بره عشان إحنا الشيوخ نخلوها إيه شرعي، يطلعوا في بره بقى. الحقيقة ان ده في صورة الايه؟ التحايل. نعم. ما فيش مانع ويسألك عن اوصافها ونحو ذلك، ما فيش مانع. هي لو خدها هو وطلعها ومشي بيها في عربيته، مشي بيها في عربيته ممكن، لانه كده هو استوفاها خلاص بقت بتاعته، دخلت في ضمانه، دخلت في ضمانه، ماشي، هي دخلت في ضمانه في هذه الحال، ماشي، هي دخلت كده في ضمانه، هو خدها من عند التاجر وطلع وخدها ومشي بيها، دخلت في ضمانه خلاص، اصبح هو تاجر، لان ممكن هو وهو جاي في الطريق يجرى لها حاجه، مين اللي يضمن؟ هو اللي هيضمن.
طب نخلوا الاسئله معلش احسن اخوه بيشتكوا من مساله الاسئله في الاخر، خلوها في الاخر ماشي. يبقى هذه المساله كما سبق اختلف العلماء فيها، والصحيح انه ان هذه الصوره لا تجوز، والعله هي عدم دخول في ضمان، انها لم تدخل في ضمان البائع. واما ان الاحاديث جاءت بذكر الطعام، الاحاديث جاءت بذكر الطعام، فهل هذا معناه انها غير الطعام يصلح فيه ذلك؟ لا، لان ذكر الطعام في الاحاديث انما جاء من باب الايش؟ الغالب، جاء من باب الغالب، لان هذا الذي كان في ايه؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الغالب، وعليه فيحمل عليه بقية الأسئلة. طيب هنا مسألة أيضا من المسائل التي وجدت قديما وهي موجودة حديثا أيضا، وإن كان تطورت جدا وأشكالها كثيرة جدا يعني في الزمان الحديث الآن، وقديما سموها بمسألة بيع السقاك أو السقوق، بيع السقاك أو السقوق، والسقوق يعني جمع سق، والسق هو الورقة أو المستند المكتوب الذي يكتبه طرف إلى طرف بطعام أو بشيء، بطعام أو بشيء آخر، يعني اللي هو أشبه في الوقت الحالي بالإيه؟ بالشيك، بالإيصال، بالبون، نحو ذلك. لا مش الكمبيالة، لا البون أكتر شوية، يعني عارفين حكاية البون اللي بعض مثلا الجهات الشركات عندنا مثلا تقوم تدي بعض العاملين ما يسمى بون، بأطعمة، بملابس، بأي شيء، يقوم العمال يروح يصرفوه من إيه؟ من جهة معينة. بعض العمال احيانا يوم يعمل ايه؟ يبيع البون ده، مش كده؟ يبيع البون ده لسه هو ايه؟ ورقه في ايده لسه، يبيعه لواحد تاني، يعني البون ده طالع مثلا ب 1000 جنيه. يقوم الناس يبيعوا لبعضهم، يبيعوا ب 500، باكثر، باقل، نحو ذلك. طيب هل يجوز هذا البيع او لا؟ الصوره دي وجدت قديما، وإن كان دلوقتي طبعا الصور دي لها فروع كثيرة جدا، لكن الصورة دي تحديدا وجدت قديما، ولما حصلت أنكر السلف أو أنكر يعني أبو هريرة رضي الله عنه على من فعلها أو من أقرها، ولو كان هو أمير الناس يومئذ. وهذا الحديث ذكره الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان بن الحكم: أحللت بيع الربا؟ أبو هريرة رضي الله عنه بيقول لمروان بن الحكم اللي هو أمير الناس يومئذ: أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلته أنا، يعني أحلل الربا؟ ما فعلته. فقال أبو هريرة: أحللت بيع السقاك؟ أيوة أنت فعلت، أحللت بيع السقاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. شوف الصحابة رضي الله عنهم والتطبيق بقى الإيه؟ العملي والفهم الواسع للمسألة. قال: أحللت بيع السقاق، وإحنا قلنا السقاق جمع سق، والسق اللي هو الورقة أو المستند يكتب بها الطعام أو غيره أو نحو ذلك. وكان مروان بن الحكم قد كتب لبعض الناس سقاكا بطعام، زي يعني حاجة كده أعطية، بسموها بالتعبير بقى العصر منحة مثلا، حاجة زي أعطية كده، فكتب هو السق ده ياخد صاحبه مثلا بقد كده طعام من الجهة الفلانية. فالناس كانوا ياخدوا السقاق دي يروحوا عاملين ايه بقى؟ بيعينها قبل ما يروحوا ايه؟ ياخدوا الحاجة، بيبيعوا السق نفسه مش الطعام اللي هو جابه.
لما فعل الناس ذلك أنكر أبو هريرة فقال أحللت الثقة أو بيع الثقة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها، فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. الأميرة هوت أمير الناس، واحد من أهل الخير، واحد من الصحابة، لما قال له كلمة طيبة واستغل أنه في نوع من التواصل مع الحاكم نهاه عن شر فانتهى. علشان ده برضو دي إشارة كده لأجل الذين يقولون أنه لا يجوز للعالم أن يخالط الحكام، هذا مذهب بعض السلف لكنه مذهب في الحقيقة ضعيف ضعيف جدا، مذهب بعض السلف من المتصوفة خصوصا يعني سفيان الثوري ونحو ذلك، لكن مذهب جماهير علماء السلف من الأئمة وغيرهم أنه يستحب ذلك إن كان يؤدي إلى مصالح ودفع مفاسد. ده العالم إذا علم أنه باتصاله بالحاكم يؤدي ذلك إلى دفع مفاسد عن المسلمين أو جلب مصالح للمسلمين فهذا مستحب في حقه ويؤجر عليه وجزاه الله خير الجزاء. ولذلك هذه مسألة إن أبو هريرة رضي الله عنه، أنت تتصور أبو هريرة فين؟ قال لمروان بن الحكم الكلام ده، قال له فين؟ قال له ماشي في الشارع مثلا، ولا قال له مثلا كده على ملأ من الناس مثلا زي ما البعض متصور مثلا ان يروح واقف كده ابو هريره وامير المؤمنين واقف على المنبر ولا حاجه يروح قال له يا اللي احللت مش عارف ايه مثلا من باب كلمه حق عند سلطان جائر، انما كان يستغلون هذه المواقف كي يستغلون قربهم من السلاطين في مثل هذه المواقف. يوم ينصح الامام وقاعد معاه الامير وقاعد معاه، يوم يقول له يا امير المؤمنين اصلح الله الامير وفعل وفعل، يقول له كلام طيب، وبعدين في الاخر يقول له في المكان الفلاني في المنكر الفلاني الشيء العلاني فيه الفلاني. احنا طبعا شباب الفيسبوك، لو ابو هريرة كان في زماننا دلوقتي كانوا زمانهم قالوا له يا عميل يا اللي بتقعد عند مروان بن الحكم، ونسأل الله العفو والعافية. قال فقال مروان ما فعلت؟ فقال ابو هريرة احللت بيع الصقاق، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. يبقى إذن ظاهر هذا الحديث يدل على عدم جواز بيع الصقاق. لماذا؟ لأنه يبيع مالا بمالا بمال، يبيع في هذه الحال مالا بمال، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه الصق هذا أصبح بمثابة الإيه؟ مستند مالي، مستند مالي، وعليه فهذا البيع لا يصح، لأنه لا يجوز له أن يبيع مستحقات هذا الصق حتى يستوفيها حتى يقبضها حتى يؤويها إلى رحله. نعم، الحقيقة المسألة بتاعت العربية اللي هو الرجل اللي بيجيب بتاع العربية يعني خير للفريقين إنه ما يشتريهاش في الشارع، ما يشتريهاش في الشارع، يقول للراجل هاتها من العربية سلمها لي عند بيتي ما فيش مشكلة، هاتها لي لغاية بيتي. ليه؟ لأن هو في هذه الحال حملها ونقلها، لكن وشبهة يعني الرحل لا تزال موجودة في الحقيقة. وخير للفريقين أيضا أن يقول له هاتها في محلك أو في شقتك أو قدام بيتك، وديها قدام بيتك، هاتها قدام بيتك، ولما يروح ينزلها الراجل المشتري ده اللي أصبح دلوقتي إيه؟ بائع وأصبح مالك ويبيع بقى، هاتها عند بيتك، ويروح ياخدها منين هو بقى؟ من عند بيته، حتى يكون قد أواها إلى رحله، نقلها إلى مكانه، استوفاها، قبضها. مش دي الألفاظ دي كلها اللي السلف قالوها رضي الله عنهم؟ نعم. ثم قال باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر. الأبواب دي أنا بقول لحضراتكم في منتهى الأهمية والله، الأبواب إحنا عندنا في كتب الفقه لما هنقرأ هنجد الطعام التمر اللي مش عارف إيه،
لكن هل هذا معناه أنه حصر البيع في صورة الطعام والتمر ونحو ذلك، ولا أن هذه قواعد عامة للبيع وعقود البيع والشراء ونحو ذلك، قواعد عامة. ولذلك إحنا مسألة بيع الطعام حتى يستوفيهم، إحنا في شرحنا الضعيف جدا هذا خدنا قد إيه دلوقتي؟ ما يقرب من نص ساعة. انظر في كلام العلماء المعاصرين وتفصيلاتهم في هذه المسألة، تجد صور وأبحاث عالية جدا، يعني من المسائل التي خضعت لتفصيل طويل المسألة دي، بيع الطعام حتى يستوفيه أو بيع الشيء حتى يستوفيهم. تجد منها بقى تخش مسائل السندات، بيع السندات البنكية، بيع شهادات الاستثمار، بيع الصكوك، بيع العملات، بيع كذا بيع كذا، بيع السلع، كل ده داخل فيه المسألة دي وتحقيقها. ولذلك هذه مسألة واحدة، شوف صور كثيرة جدا في الحياة كيف تعلقت بها، مع أنه إحنا لو نظرنا لها النظر القاصر الذي للأسف كثير من يعني إخواننا يقع فيه، أن تجد كثير من إخواننا يجي على الكتب أول الكتاب أبواب العبادات، تلاقي كثير من الإخوة أبواب العبادات دارس فيها كثير، تخش كتاب الزكاة تلاقي نص اللي كانوا بيدرسوا كتاب العبادات بقوا ايه نص، تخش شوية كده كتاب الصيام يروحوا قالين شوية، تخش شوية كتاب الحج يروحوا قالين ايه شوية كمان، تخش شوية كده كتاب مش عارف المعاملات مثلا، ولسه بقى أبواب بقى المساقة والمزارعة، يقول لك يا عم مزارعة مين وساقات مين ومش عارف ايه ونحو ذلك، احنا مالنا ومال الحاجات دي ونحو ذلك. وبعدين تيجي كثير منا ربما تأتي المسائل اللي هي متقعدة على قواعد المسائل دي قدامه هو، وإلا إحنا دليل مسألة الرجل بتاع التلاجة والصك والسندات والمش عارف، دليل المسألة دي إيه؟ هي الأحاديث دي، الأحاديث اللي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن بيع عن بيع الطعام حتى يستوفيه. فتيجي كثير منا يقوم ما يدرس المسألة ليه؟ يا عم خلاص نبقى نسأله الشيخ، مش ده كتير، مش ده يا اخوانا، ده حال كثير منا ما بيدرس بقية الكتب. وليه بقى؟ مش مشكلة اما تقف الابواب دي نبقى نسأل الشيوخ ونحو ذلك. طب وما الشيوخ يموتوا من سيسأل ونحو ذلك. نعم. قال باب بيع تحريمي، بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر. باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر. قال عن جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. قال باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر. بيع صبرة التمر، ما هي الصبرة؟ الصبرة هي الكومة المجموعة من الطعام أو من أي شيء على قول طائفة من أهل العلم، وهذا الأرجح يعني. الصبرة هي الكومة المجموعة من الطعام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، ومن غيره على الأرجح في سائر الزمان. بتعبير بقى أبسط، عارفين إخواننا البائعين في الأسواق وفي المحلات ونحو ذلك، ساعات يقوم يعمل زي مثلا تروح أنت ما يسمى مثلا بحلقة السمك، اسمها إيه؟ شروة. الكوم ده بكذا مش كده؟ هي الكوم ده أشبه بإيه؟ بالصبرة، اللي هما بيسموه بيع الجزاف. الجزاف اللي هو الشيء الغير معلوم ايه قدره، وزنا او كيلا مش معروف، دول كم كيلو، دول كم لتر، دول مش عارف كم طن نحو ذلك، هذه تسمى صبرة او يسمى بيع ايه جزاف. فبيع الجزاف او الصبرة هو بيع الغير معلوم كيلا
أو يعني وزنا أو نحو ذلك، لكنه مكون إما في شيء مسرور فيه أو موضوع ككوم وينظر إليه في البيع والشراء. قال: باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر. بتمر دي اللي هي يعني التوضيح لها يعني بتمر معلوم، بتمر معلوم. باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة. واحد عامل كوم تمر أو حاطط زنبيل تمر، إخوة الأجعاجم يعرفون زنبيل؟ ها؟ زنبيل تمر اللي هي أشبه ب يعني الجوال مثلا، واحد حاطط يعني صبرة فيها لافف فيها أو مربوطة، دي فيها تمر، دي فيها تمر، كم كيلو ما يعرفش، كم مش عارف صاع ما يعرفش. باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة، المجهولة الإيش؟ الوزن أو الكيل، بتمر معلوم. تمر معلوم يعني مثلا 10 كيلو مثلا، 50 كيلو نحو ذلك، يقول له الكوم ده ببيعه، الكوم التمر ده ببيعه 10 كيلو تمر. هذا لا يجوز. ايه العلة هنا في النهي؟ ها؟ ده واحدة من أصول الإيه؟ من أصول الربويات اللي هو التمر. احنا عندنا يا اخوانا الأصول الربوية، الأصول الربوية 2 نوعين، وكل نوع، لكل نوع له أنواع. نوعين من حيث المطعومات والإيه؟ والأثمان. الربا، الربا لا يكون إلا في هذين، المطعومات والإيش؟ والأثمان. غير كده مبقاش في ربا. يعني التليفون المحمول من المطعومات، من الأثمان، الأثمان اللي هي الذهب والفضة يعني. إذن لو أنا اديتك تليفون 10 يصلح؟ يصلح، لأنه مش صنف ربوي ونحو ذلك. يبقى إذن الربا في المطعومات والإيه؟ والأثمان. والمطعومات أصولها 6، اللي هي التمر والشعير والقمح والملح وال ها؟ 4، معلش، ايوه صحيح، جزاك الله خير. المطعومات اللي اصولها 4 المذكوره في الحديث، التمر والشعير والقمح والايه؟ والملح، مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ انا بس التمر والشعير والقمح والملح، ايوه تمام كده، تمر وشعير وملح وقمح والاثمان الذهب والايش؟ والفضه. طيب الاربعه دول اللي هم الاصول بتوع المطعومات، هم دول بس؟ لا طبعا، دول اصول الايه؟ اصول الاصناف الربويه من جهه المطعومات. وعليه كل ما هو من المطعومات يقتاته الناس فهو داخل في الايه؟ في الربا. يعني لو احنا قلنا الارز مذكور في الاربعه، لكن الارز ده صنف ربوي اقوى دلوقتي من الايه؟ من الشعير مثلا. الناس دلوقتي خدها الاكثر الشعير ولا الارز؟ ده بقى اقوى من الشعير كمان. وعليه فالعلماء يقولون ان الاصناف الاربعه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على انها ايه؟ اصول، وهذه الاصول يقاس ايه؟ عليها، يقاس عليها. طيب نرجع للمساله تاني، ليه تمر مجهول بتمر معلوم نهي عنه؟ ايوه تمام، الجهل بالايه؟ بالتساوي، لان الشرع اشترط الايه؟ التساوي. اذا تساوت الايش؟ اتفقت الاصناف. اذا اتفقت الاصناف صار يدا بيد مثلا بمثل. يبقى ده تمر وده تمر ما ينفعش الا يكونوا الاثنين ايه؟ قد بعض تماما. واحد ممكن يقول طب ما هيبيعوا ليه ما هم قد بعض تماما؟ ها؟ لا طبعا في مصالح، لا وبرضه جيد ورديء ما تنفعش، اللي هو المفاضله دي.
لازم الاثنين نوع جيد. اه ممكن. طب ما انا هبيعه ليه ما هو الاثنين جيد؟ انا يا سيدي بحب التمره اللي مش عارف لونها ايه، وانت بتحب التمر النوع الثاني، مش كده؟ بس الاثنين نوعهم ايه جيد، فينفع ده بده. اه ينفع ده بده. انا هديك النوع مش عارف بيسموه ايه والتاني بيسموه ايه، بس الاثنين جيد. لكن رديء بجيد لا. ليه؟ لان ده هيخش في ربا الايه التفاضل، ربا التفاضل. نرجع تاني المساله. فهنا لما حصل الجهل في الايه في التساوي مع اتفاق الايه الجنس حرم البيع. طب لو اختلف الجنس، قوم تمر بعشرة مثلا صاع شعير رز، اشترط التقابض فقط. الله يفتح عليك. اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف ما شئتم، ولكن يد بيد. يبقى اذا اتفقت الاجناس عندنا شرطين، اذا اختلفت الاجناس عندنا شرط واحد. اتفاق الاجناس شرطين اللي هما التساوي والتقابض. اذا اختلفت الاجناس عندنا شرط واحد اللي هو التقابض، خد وهات. طيب هل يدخل في هذه المساله كوم السمك؟ يعني دلوقتي الراجل اللي قاعد في الحلقه، او الراجل اللي مش عارف مثلا حاطط شويه قفص كده، مش عارف مانجا، مش عارف. ساعات كده تلاقي واحد حاطط شويه مانجا كده وانت معدي يقول لك تعالى حاج خدهم مش عارف بكذا، انت مش ما تعرفش كم كيلو هم. هل هذا البيع يجوز؟ ليه يجوز؟ لانه اختلفت الايش الاجناس، اختلفت الاجناس. ده انا هديله اثمان بايه بمطعوم، اختلفت الاجناس. يبقى الشرط حاجه واحده التقابض، خد وهات على طول في ساعتها. نعم. قال عن جابر بن عبد الله عيل ايضا اختلفت، يعني لماذا اشترط التقابض؟ اشترط التقابض لان السلع تتفاوت اسعارها بين الناس في بين الحين والحين. فلو قال له مثلا انا هاخد منك دلوقتي اللي مثلا هاخد طن ارز، هاخده منك دلوقتي ماشي كده، وهديهولك طن شعير او اتنين طن شعير بس بعد شهر. هنا في ضرر على الفريقين محتمل يدا يده، وهيولد ايه نزاع وخصومه. فالشرع بينهي الخصومه دي والنزاع ده. ليه؟ لانه السعر ممكن يتفاوت في الايه في هذه المده. بالنقود نفس الكلام، بس في النقود هتتحول لمسألة أخرى، وهي ما يسمى بالآجل. يسمى بالآجل. هنا هيدخل في بيع الآجل، مش الإيه بقى المبادلة. يعني لو أنا هديله ذهب بمثلا قمح، دول اختلاف أجناس ولا اتفاق أجناس؟ يبقى الشرط هنا الإيه التقابض، مش كده؟ شرط التقابض، اديله الذهب واديله البتاع ده. طب امال فين بيع الاجل؟ هنا يجي السؤال اهو. طب امال بيع الاجل ده ازاي؟ ايوه مش كده؟ هديله الاجل بعد فتره. ده في هذه الحال ما اسموش بيع معاوضه. ما اسموش بيع معاوضه، في هذه الحال بقى اسمه بيع اجل، وبعد اصلا عن الايه؟ عن عقد الربا اصلا اللي هو اللي قائم على المبادله. ولذلك هنا تحولت المساله الى بيع، واحل الله البيع وحرم الربا. هنا البيع خلاص بقى في عقد بيع يصح فيه اختلاف الاجناس، ويصح فيه اتفاقها، ويصح فيه تاجيل الثمن، ويصح فيه تاجيله. نعم. ليه؟ لانه في هذه الحال تحولت الاثمان الى عقد بيع ودين اللي هو الآجل، بخلاف ما أنا لو هديله شيء بشيء معاوضة فقط. هديله شيء بشيء، هديله قمح برز، هديله مثلا ذهب بفضة، ده لازم يكون مقابضة مقابضة. لكن لو اختلفت الأجناس الربوية فيما هي بينها ينفع الإيه الأجل فيها. انت واضحة ولا لسه؟ طيب.
يعني لو انا هديله شعير بارز، دول مختلفين ولا متفقين؟ متفقين في معنى ومختلفين في معنى. متفقين في ان هم مطعوم، مختلفين في ان هم جنس من اجناس الايه؟ المطعوم. طيب الذهب والفضه، الذهب والفضه مختلفين ولا متفقين؟ مختلفين. الله يفتح عليك. مختلفين باعتبار ومتفقين باعتبار. متفقين باعتبار ان هم الاثنين اثمان، مختلفين باعتبار ان ده جنس في الاثمان وده جنس. وعليين لو ذهب بفضه شرط التقابض، ما ينفعش الاجل. لو تمر بشعير او بقمح او نحو ذلك لازم الايش؟ التقابض، ما ينفعش الاجل. كويس كده. تمر بذهب او بفضه ينفع الاجل فيه؟ هي لسه ما وضحتش. ده قسم في الربويات وده قسم، وان كان هما الاثنين ايه؟ اصناف ربويه، لكن ده قسم الاثمان وده قسم الايه؟ المطعومات. ينفع مطعومات واثمان بالاجل؟ اه ينفع، لكن مطعوم بمطعوم بالاجل وان اختلفوا لا. اثمان باثمان بالاجل وان اختلفوا لا. واضح طيب لسه؟ بعد لا ما ينفعش. اه لكن ينفع اقول لك هاخد شوال القمح منك وادي لك 100 جنيه بعد شهرين. انتوا خدتوا بالكم ايه الفرق؟ ان القسمين وان كانوا ربويين لكن من حيث الاجناس بتاعتهم مختلفه، بل هو داخل الجنس نفسه اللي هو المطعوم والاثمان بيختلفوا ويتفقوا. وضحت؟ نعم. كيلو فضة يساوي ثمن كيلو ذهب. ايوه. هو المفروض صاحب الذهب ينفع. ينفع. يعني ينفع واحد يبيع لواحد كيلو ذهب بنص كيلو فضة. بس يكون في ايه؟ فورا والتقابض. هو راضي بذلك. لا يساوي ثمن. ها؟ هو طبعا ما حدش هيعمل كده في زماننا. انما كان زمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الفضة والذهب كانوا قريبين جدا من بعض، كانوا قريبين من بعض، الذهب كان يفوق الفضة قليلا. في زماننا الحالي بقى فيه تفاوت عالي جدا بين الاثنين. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. يبقى وكذلك ايه؟ سائر الربويات، وكذلك سائر الربويات. الامام النووي رحمه الله عليه بينقل كلام العلماء في العله، يعني قال لان الجهل بالمماثله في هذا الباب لحقيقه المفاضله، يعني دي فعلا مفاضله منهي عنها اللي هو الربا الفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا سواء بسواء، ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل. إن تمر كوم تمر وصاد تمر معلوم لا ما ينفعش، لكن لو اختلفت الأجناس ما فيش مانع بالتقابض. نرجع بقى، لو واحد في الأسواق بيبيع قلنا حاطط كوم مش عارف سمك، حاطط كوم طماطم، حاطط كوم مش عارف برتقان، حاطط مش عارف إيه، اللي عايز الكوم ده بعشرة جنيه، ها يصلح؟ يصلح. لماذا؟ اه لانه اختلاف نوعي الاجناس الربويه نفسها، اختلافها. طب هل يشترط في الصوره اللي انا ذكرتها دي التقابض؟ ما يشترطش، ما يشترطش فيها التقابض. لكن لو قال مثلا اللي يشتري العبوه بتاعت الرز المحطوطه دي، هو ما يعرفش يعني فيها ايه جوه، بتاعت الرز دي مين يشتريها ب 10 كيلو قمح؟ ها؟ ليه ما يجوز؟ ليه؟ اختلفوا بس اهم حاجه ليه؟ التقابض. لكن لو اتفقوا هو اللي ما ايه؟ لا يجوز عند ذلك. ليه؟ لان المماثله غير موجوده.
إذا اتفقت الأصناف لازم يبقى فيه إيه؟ مماثلة. نعم. قال: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان كل واحد منهما بالخيار. ما هو المقصود بالخيار؟ وتبويب الإمام النووي: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. العلماء قالوا: خيار المجلس هو حق كل من العاقدين في فسخ البيع أو إمضائه. خيار المجلس إيه هو خيار المجلس؟ حق كل من المتعاقدين في إمضاء البيع أو فسخه. بيان: أنا وأنت، أنت بتبيع لي سلعة وأنا بشتريها منك في المحل، حتى عندك أنا قاعد في المحل عندك، طول ما أنا قاعد معك في المحل حتى ولو كتبت لي الفاتورة وانتهيت من كله ولفيت البضاعة والسلعة وحملتها أنا في العربية بره، طلعوا الناس حطوا البضاعة بتاعتي في العربية بره، وأنا لازلت جالسا معك في المحل، يجوز لي أن أرجع وأفسخ العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. ما لم يتفرق، إيه الحكمة من هذه المسألة؟ يعني لماذا جعل الشرع هذا الخيار؟ قال العلماء: تدارك ما قد يكون لحق أحد العاقدين من غبن أو خديعة. تدارك ما يكون لحق أحد العاقدين من غبن أو خديعة. ممكن أنا بعد ما أنت اشتريت لي، والحقيقة يضاف إليها كذلك وندم، قد يندم إنسان على العقد الذي عقده فيريد أن يرجع، فهذا لا يزال في المجلس. ده هو أصلا مسألة الندم دي لها كمان فقه تاني هيجي إن شاء الله معانا كده نشير إليه، وهو الإقالة. حتى ولو انتهى خيار المجلس والرجل خد السلعة وروح بيها، هل يجوز له أن يرجع على البائع مرة أخرى ويقول له: أنا عايز أرجع بس ما فيش عيوب ولا فيش أي حاجة، بس أنا عايز أرجع لأنه ندمان فقط، إنه اشترى السلعة دي ندمان إنه اشترى، ما كانش عايزها دلوقتي، ظروفه لا تسمح وعايز يرجع. هذه المسألة محل خلاف بين العلماء على قولين، على قولين. القول الأول أنه يجوز له ذلك، ويجب على البائع أن يرد له السلعة إقالة له، وهذا القول ضعيف الحقيقة، هذا القول ضعيف. لماذا؟ لأن العقد قد تم وانتهى بشروطه وأركانه صحيحة، فالفسخ لا بد أن يكون إيه؟ برضا الإيه؟ الطرفين. فإذا كان البائع غير راضي لا يلزم بذلك، لا يلزم. القول الثاني، القول الثاني وهو أنه يستحب، يستحب له ذلك وليس إيش؟ وليس واجب، وده الأرجح، أن يستحب للبائع أن يقيل المشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال عثرة أخيه أقال الله عثرته يوم القيامة. اللي يقيل عثرة أخيه يعني في مسألة بيع ونحو ذلك ويرجع له زي ما هو عايز، ربنا يقيل عثرته يوم القيامة. والبائع ده بائع ناجح على فكرة، الراجل البياع ده بياع ناجح، لأنه بحث عن إيه؟ الأجر الأخروي قبل الأجر الإيش؟ الدنيوي. نعم. قال: البيعان، البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا. ما لم يتفرقا،
إلا بيع الخيار، إلا بيع الخيار. طيب الأول ما لم يتفرقا، التفرق هنا في بعض العلماء حمل التفرق على المعنى المعنوي، والجمهور ولا الأصح أن التفرق على المعنى الحسي، الحسي يعني يتفرق بالإيه؟ بالأبدان، وده الأصح. ويدل عليه كذلك فعل ابن عمر رضي الله عنه، كان إذا اشترى سلعة وأراد أن لا يرجع البائع أو نحو ذلك يترك البائع ويخرج من المجلس ثم يعود بعد ذلك، بحيث أنه ينهي إيه؟ ينهي خيار المجلس، ينهي خيار المجلس. ودل على أن التفرق يكون بالإيش؟ بالأبدان. نعم. قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا بيع الخيار. إلا بيع الخيار يعني إيه بقى إلا بيع الخيار؟ يعني خيار المجلس لا يزال قائما إلا في هذه الحالة اللي هي إلا بيع الخيار. ما هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار؟ العلماء لهم تأويلات أظهر هذه التأويلات وأرجح هذه التأويلات في الحقيقة، هو إلا أن يتخايرا في المجلس، إلا أن يتخايرا في المجلس ويختار إمضاء البيع. يعني بعد ما عملوا العقد مثلا، باعوا اشترى خلاص خد الثمن نحو ذلك انتهى ولسه قاعدين مع بعض، فالاثنين قالوا لبعض احنا خلاص كده ايه انتهى العقد وخلاص كده المجلس انتهى، الا بيع الخيار، الا بيع الخيار يعني الا بيع بعد ما تم الطرفين اتفقوا انه ايه خلاص انتهينا، ما فيش ترجيع. قال له كده وهم قاعدين مع بعض خلاص احنا ايه انتهينا، ما فيش ترجيع وخلاص المجلس بتاعنا انتهى كده وما فيش خيار بيع، خلاص كده يبقى كده الا بيع الخيار يعني خير انتهوا على كده. في قول كده لبعض العلماء قالوه بس ده ضعيف، اللي هو ان الاثنين يتفقوا قبل البيع على ان ما فيش ايه ما فيش خيار مجلس، لا وده غير صحيح لانه ده يصادم الايه يصادم النصوص الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيعان بالخيار، فيجي مسلم يقول أنا أشترط عليك لو أنت هتشتري وتبيع معايا مفيش خيار مجلس، لا هذا لا يجوز شرعا، هذا شرط فاسد. ولذلك إلا بيع الخيار يعني ماذا؟ بعد ما باعوا واشتروا وانتهوا من البيع راح قالوا كل واحد للآخر خلاص احنا انتهينا، مفيش ايه مفيش ترجيع، خلاص خيارنا انتهى احنا الاثنين، اه خيارنا انتهى احنا الاثنين خلاص. هذا هو المقصود. ولذلك على هذا التفسير لو أنا اشتريت سلعة من بائع ما يشترطش بقى أن أنا أفرق بالأبدان، وممكن أقول له إحنا انتهينا ما فيش خيار مجلس خلاص كده العقد انتهى، خلاص خيار المجلس خلص، أنت موافق؟ آه موافق خلاص. نعم. طب مثلا لو أن إنسانا يجهل مسألة خيار البيع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا، لو أن إنسانا يجهل خيار البيع، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما تحمل ونعوذ بك من شرها وشر ما تحمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يعيذنا من شر يعني الريح والعاصفة والمطر وأن يعطينا خيرها. ثم قال باب الصدق في البيع والبيان، باب الصدق في البيع والبيان. طب أنا كنت أقول مسألة معذرة، اللي هي ماذا لو أن مسلما لا يعرف خيار البيع، واحد مسلم ما يعرفش حكاية خيار البيع دي، زي أكثر المسلمين ما يعرفوش مسألة إيه خيار البيع دي، خيار أسف المجلس، ما يعرفش خيار المجلس. طيب لو واحد ما يعرفش خيار المجلس والتاني يعرف خيار المجلس، يستحب أن يقول له؟ ها؟ آه طبعا جزاه الله خير الجزاء، هذا نشر الدين
نشر للسنة، نشر الأحكام الشرعية، ثم كذلك هذا حق للإيه؟ للآخر. نعم. لا، هذه مسألة أخرى، هو في بعض العلماء فسرها كذلك، لكن هذا التفسير أيضا مرجوح. لماذا؟ يعني الأخ هو بيقول تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار. طب ما هل ده ممكن يكون معناه أنه يتم الاتفاق بين الفريقين أو بين العاقدين على نوع خيار مثلا كنحو يومين ثلاثة أيام نحو ذلك؟ يعني يقول له إحنا بالخيار ثلاثة أيام، وده نوع من الخيار، نوع من الخيار في البيع، أنه يكون هناك خيار معلق أو محدد بمدة، فإذا اتفق عليه لزمهما. وده بيحصل في كثير من السلع، تحتاج إلى هذا النوع من الخيار. يعني على سبيل المثال، مثلا في ما أذكر الآن، مثلا قطع غيار السيارات المستعملة كثير منها يخضع لهذه الصورة. يقوم الراجل اللي هو تاجر القطع المستعملة يقوم يقول للمشتري على التجربة، على التجربة كم يوم؟ أسبوع، مش عارف ثلاثة أيام نحو ذلك. ده اسمه في الحالة دي اسمه خيار إيه؟ خيار بيع، بيسمى خيار المدة، خيار المدة، يحددوا ثلاثة أيام، يحددوا كذا نحو ذلك وهكذا. لكن مش هو ده المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار. قال: باب الصدق في البيع والبيان. قال عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والحديث فيه يعني لزوم أو وجوب الصدق في البيع والبيان، لأن الذي لا يصدق وهو يعلن يأكل سحتا، يأكل حراما. والله تعالى يقول: فويل وفويل للمطففين. هذا في شأن الموازين ونحو ذلك والكيل، فكيف بما هو أشد من ذلك، أشد من ذلك. وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. سبحان الله العظيم، الأحاديث دي للأسف أكثر البائعين في بلاد المسلمين ما سمعوا عنها أصلا، لأنه للأسف يعني أكثر الناس معرض عن تعلم العلم. قال: وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. محقت بركة بيعهما يعني صار البيع هذا والعياذ بالله ممحوق الإيش؟ البركة والعياذ بالله. ولذلك أنت ترى الصورة، يعني تعالى كده البياعين اللي هم بيطففوا الموازين ويغشوا الناس، سبحان الله، مهما يجمعون من المال تجدهم يعانون الفقر والعياذ بالله. تعال للبائع الأمين الكريم، سبحان الله، الله يبارك له في ما عنده. آخر هذه الأبواب. قال: باب من يخدع في البيع. باب من يخدع في البيع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت؟ فقل: لا خلابة. فكان إذا بايع يقول: لا خيابة، رضي الله عنه وأرضاه. قال: باب من يخدع في البيع. يعني الإنسان اللي بيخدع في البيع، الباعة بيضحكوا عليه، بيقولوا بالتعبير العام عندنا يخدعونه، ماذا يفعل؟ يقول للبائع وهو يشتري: لا خلابة. هو طبعا احنا لو دلوقتي كتير من اخواننا راح لكتير من الاخوة البياعين وقال له: اديني 2 كيلو طماطم ولا خلابة، ممكن يفتكروا بايه؟ بشتموا ولا حاجة. فطيب، هل بالفعل يتمسك بنفس اللفظ الذي والله أعلم يعني يظهر والله أعلم أنه لا يشترط نفس اللفظ، بل بعض العلماء يقولون أن هذا الحديث خاص بهذا الرجل، وإنما يقول أي قول ينبه فيه البائع على ماذا؟ على الأمانة، وإحذر أنك
تغش في البيع أو نحو ذلك، والتزم الأمانة والصدق ونحو ذلك، ولا تفعل هذا، ولا سيما إذا كان هو نفسه ممن ربما يخدع. يعني عندنا مثلا في العصر، يعني في أوسطنا احنا، هناك قاعدة عامة في أغلب الرجال، لا أقول كل الرجال، يعني في أغلب الرجال أنهم يخدعون في الإيه؟ في البيع والشراء، خصوصا في الأسواق اللي هي في الأطعمة والأشربة، لأنه الغالب في نسائنا أن هم اللي بيشتروا الإيه؟ الأطعمة والأشربة. ها؟ ماشي، يعني الغالب في الرجال أن هم بيخدعوا، أو أن الغالب في الرجال بيستحيوا. يعني الراجل يروح البياع يقول له بكام، يقول له بعشر، خلاص هات كيلو هات اتنين، غير المرأة بعشرة يبقى باتنين مثلا. فممكن البائع يكون عامل حسابه عشرة عشان في حد هيعمل ايه، هينزل تحت. فهذا في الحق في الحقيقة هيكون في خداع وهيكون في غش. ولذلك خير للبائع انه ما يعملش كده، خير للبائع انه ما يعملش كده، انه ما يعملش حساب اللي هينزله. كتير من البائع يقول لك لا اصل هم لازم يحسوا ان هم عملوا ايه، خفضوا. لا والله، ده مبدأ أصلا غير صحيح. وكثير من الباعة بيعملوا أسعار موحدة والناس بتروح لغاية عندهم وهي مرتاحة تماما، إن ده مش هي إيه؟ مش بيغش، ده معروف سعره موحد. الله المستعان. فهذا الرجل رضي الله عنه قيل كان ضريرا، قيل كان ضريرا، بحيث إنه لما بيروح يشتري ما هو شايف السلعة، فيقوم الباعة يعملوا إيه؟ يحط بقى وخلاص، ده الراجل ضرير، اللي بيسموه الزبون الايه ده، طياري ولا بيسموه ده ايه، طياري؟ لا مش ده، مش طياري ده، يعني مش عارف حاجه خالص عندهم. ده يجي بقى الزبون الطياري، الطياري اللي هو ما ايه، اول مره يجي، مش كده ولا ايه؟ اول مره يجي يعني شكله جديد لسه. يعني يقوم الزبون الطياري يحط له بقى بلاوي سودة، وفي على الوش يروح حاطط له كده حاجه كويسه وخلاص، ويلا ويمشي. يروح البيت يدب عركه هو وزوجته في البيت على اللي هم خدعوه في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الرجل رضي الله عنه يشتكي له ذلك. قيل انه كان ضريرا، والتفسير الثاني الارجح اللي هو قيل انه رضي الله عنه كان قد اصيب، كان قد اصيب باصابه في غزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاثرت هذه الاصابه على عقله ولسانه، على عقله ولسانه، يعني بقى عنده شيء من يعني ولسانه، يعني يجي ينطق الكلمة ينطقها مش ايه، مش صحيحة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا خيابة، لما كان بيروح كان يقولها ايه، لا خيابة، هو كأنه مش عارف ينطقها رضي الله عنه وارضاه، او انه هو اصلا كان طبيعته كده، فيقوموا البياعين لما يلاقوه كده يقوموا يعرفوا ان هو مش ايه، ما عندوش خبرة، يقوموا يخدعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لهم لا خلابة. لا خلابة يعني ايه بقى؟ لا خديعة. كلمة لا خلابة عند العرب يعني لا خديعة. في يعني رواية، لكن العلماء بيقولوا مصحفة، انه قال كان الرجل يقول للبائع لا خيانة، يعني ما تخنيش يعني. نعم. الشاهد يعني من هذا الباب ان من كان يخدع في البيع فله ان يقول للبائع لا خلابة، أو يقول ما يتضمن معناها والله أعلم. نقف على باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.